سلام سلام حبيباتي، كيفكم دايرين؟ ان شاء الله يا ربي قاعد تكونوا غايه. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا اليوم حبيباتي، ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الوصفه بزاف بسيطه اللي هي الشربات. هي مشروب الليمون، ولا احنا يقولوا لها الشربات. هذه الوصفه راها مطلوبه بكثره في شهر رمضان، كامل يبغوها، ولا بلوبار كاع يروحوا يشروها من برا. الوغ اليوم جبت لكم الوصفه، ان شاء الله حبيباتي تجربوها وتنجحوا فيها، ديروها في داركم احسن من انكم تشوها من برا، خاصه وانها بمقادير بسيطه وصحيه، ما فيهاش حاجه تضر بالصحه. الوغ ان شاء الله حبيباتي تبعوا معايا الوصفه الى الاخير، ان شاء الله برك تجربوها وتنجح معكم. وبيان سور قبل ما نبداو بالمقادير وبالطريقه، بغيت نقول لكم حبيباتي اللي راها تشوف في قناتي لاول مره، نقول لها مرحبا بك حبيبتي في قناه ام اولادي الوهرانيه، وما تنسينيش حبيبتي بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وحبيباتي اللي راكم تشوفوا في الفيديو، ما تشوفوش الفيديو تهربوا، خلوا النجام هكا باش دائما يوصلكم الجديد. نبدأ حبيبتي بالمقادير على بركة الله. أول حاجة حبيبتي غادي نحتاجوها هي عندي هنايا زوج، هنايا مغرف كبيرة، مغرف كبيرة تاع لحظة، مغرف كبيرة لحظة اللي هي حليب بودرة كما راكم تشوفوا. عندي هنا عصير الليمون، مركز الليمون اللي سبق ليا وراني حضرته معاكم، كنت مخزناته في الثلاجه. بالمناسبه بغيت نوريكم طريقه التخزين، والله الا جد رائعه. شوفوا نهار اللي تحتاجوه تجبدي فقط حبات هكا وتستعمليهم، والبقيه راه قاعد لك مخزن في الفريجيدير. وايضا واش راح نحتاجو ايضا كما راكم تشوفوا، بيان سور نحتاجو زوج مغارف حتى ثلاثه مغارف سكر. هنا السكر ما بقاتش نقول لكم الكميه، لانه كاين اللي يبغيه حلو بزاف وكاين اللي يبغيه متوسط في الحجم، عفوا يبغيه متوسط في الحلاوه. هنايا السكر انا يعني دايره زوج مغارف ونص، ممكن تزيدي وممكن تنقصي. وغادي نستعمل فقط هنايا عندي عطر الليمون، لاروم نتاع السيترون كما راكم تشوفوا. هنايا كاين اللي يستعمل اسيد، كاين اللي يستعمل، انا ما نفضلش هذوك المواد الحافظه، نبغي هكا حاجه طبيعيه باش يشربوها ولادك، ومنها ما تكونش خاصه في شهر رمضان الكريم. واحد يسيي لو ماكسيموم ينقص من هذوك المواد الحافظه ايتو باش يستحفظ على صحته، هذيك الاولى، والثانيه هكا باش ما يضرش روحه. كما راكم تشوفوا حبيبتي غادي نروحوا باذن الله الى الطريقه. نبداو بسم الله. اول حاجه حبيبتي كما راكم تشوفوا واش راح نديرو هنايا كملاحظه حبيبتي، بغيت نقول لكم هاي السيترون تاعنا، كي ديريه بالطريقه اللي راني وريتها لكم تاع التخزين راه يساعدكم بزاف، ها بلا ما تقارعي له يذوب ما والو. برك تقطعيه دي بتي مورسو كيما هكا وتستعمليه عادي جدا. نفرغ هذه الكميه تاع الليمون اللي راها عندي. هنا ممكن حبيبتي تخليه حتى يدوب كامل وتستعمليه. وملاحظه حبيبتي اللي تبغي تستعمل الحليب، بزاف يسالوني يقولوا لي ممكن انه نستعملوا الحليب بدل بودره الحليب، ونقول لكم لا، لانه بالحليب ما تجيش نفس النكهه، كي ماشي كيف كيف، ماشي كيما ديروا اللحظه كيما ديري الحليب، لا انا سيدها بالطريقتين بصح باللحظه جاتني غايه. وكاين اللي تقول لك لا اللحظه الحليب مع الليم يخمروا، لا ما يخمروش، هذه كون ديري مواد حافظه غادي يخمروا لك، بصح كيما ديريش لا ما تخافيش. واش راح نزيدو؟ نزيدو السكر تاعنا. هنا ممكن تستعملي لمبوط عادي جدا، ولا المحقن، ولا كل وحده اش تقول له. راني نستعمل هنا بالملعقه الصغيره، على بها راه يبان لك الكميه كبيره، لكن هنا راني مستعمله فقط زوج مغارف ونص تاع سكر، نكتفي فقط بهذا القدر. كما راكم تشوفوا حبيبتي هنا غادي نزيد العطر، هذا ممكن تستغني عليه حبيبتي، هذا فقط اضافه، ممكن انك ما تستعمليهش عادي هكا، كميه قليله فقط. الان اللي بقى لي هذا كامل غادي نكمله حتى لهنا،
نكمله الماء، راح نكمله كامل ماء ونرجع معاكم. كما راكم تشوفوا حبيبتي انا راني زدت كملته ماء. دروك شنو غنديروا؟ غنغلقوا، عفوا راح نغلقوا مليح القرعه تاعنا بهذا الشكل، وريح نبقوا نخلطوا 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 حتى يندمج. عندك ما تخلطي احبيباتي، عندكم ما تخلطوا، خلطوا خلطوا مليح حتى يندمج كامل. انا غادي نخلطه غايه باش نحلي هذيك اللحظه، نحلي كاع مع الحليب ونرجع معكم حبيباتي. والان حبيباتي كما راكم تشوفوا راني خلطته مليح مليح مليح. واش راح كان نصيحه حبيباتي، لازم اللحظه اللي هي الحليب بودره تستعملوا النوعيه مليحه باش تعطيكم، لانه كاين النوعيه الرديئه ما راهي ما تتخلط لكمش مع الماء بارد، تطلق هذيك لي غريمون هذوك الحبيبات. الوغ استعملوا النوعيه المليحه، والله يجي فيها واحد النكهه واحد الذوق اكثر من رائع. انا جو بريفير تصنعيها في دارك بهذه الطريقه البسيطه جدا والسهله، احسن من انك تروحي وتشريها من برا، سيرتو سيرتو هذيك اللي يتباعوا في الساشيات وكاع. سي فري على بالي بنان وكاع، بصح فري مرض فريمون، راكي كشغل تضري في ولادك على المباشر. هذه كانت نصيحه فقط حبيباتي. غادي نحط السيترون تاعي في القرعه وفي الكاس وتشوفوه في النهائي. بقوا معايا. والان حبيباتي كما راكم تشوفوا كانت هذه هي النتيجه النهائيه تاع الجو تاعنا. هنا حبيباتي بغيت نفرغ قدامكم باش تشوفوا النتيجه. يجي اكثر من رائع ان شاء الله حبيبتي. وراكم تشوفوا كميه قليله بزاف، راهي خدمت لنا تقريبا الليتره نتاع شربات هكا تشربيه في تصنعيه وحدك في دارك، احسن من انك تروحي تشريه من برا. كيما كتشوفوا يجي اكثر اكثر من رائع، والذوق والله يجي روعه. ان شاء الله حبيبتي برك تجربوه، واكيد حبيبتي الا عجبكم وجربتوه ما تنسوش ديروا لي جيم وخلوا لي في التعليق. وبيان سيغ لا تشوفي قناتي الاول مره غير حبيبتي مرحبا بك، ما تنسينيش بالاشتراك هكا باش يوصلك كل ما هو جديد. والان حبيباتي كانت هذه سلسله من سلسلات شهر رمضان المبارك تحضيرات فقط. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا ارحم الراحمين. وبقى لي غير نقول لكم حبيباتي استودعكم الله الى وصفه اخرى، مع السلامه.